ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وهو ان ازاي تعرف ان هي بتحبك، وازاي تعرفي ان الشخص ده بيحبك. هتكلم على الرجل والمرأة، والموضوع ده بشوفه مهم كتير، لان كتير بيتضحك علينا فيه كتير، عشان يمكن احنا بنحب بالزيادة، او احنا اللي بنكون معجبين اكتر، فبالتالي ما بنشوفش الصورة قدامنا واضحة، بنشوف الدنيا مغلوشة، بنشوف انه ممكن يكون بيحبنا وفي الاخر نفوق على صدمة، والكلام ده بيوجع كتير جدا جدا. فلازم يكون من البداية عندنا قواعد معينة تخلينا ان احنا نشوف الدنيا واضحة. يعني كان الموضوع النهاردة عشان نشوف الموضوع بشكل اوضح واحسن. تعالوا نبدأ بالرجل. يعني نقول الرجل ايه اللي يخلي او يخليك متأكد ان المرأة دي بتحبك، ان البنت دي بتحبك. على فكرة انا هو يعني واحدة بتكلم، ان في كتير جدا جدا من البنات اللي ممكن تخدع اي رجل على اساس ان هو عنده مال، على اساس ان عنده جاه، على اساس انه ممكن يكون واحد استبن زي العجلة اللي استبنة، موجود بصورة قوية جدا جدا. وعلى فكرة الرجل برضو ساعات بيعمل الموضوع ده، وهتكلم على النقطة دي. ازاي بقى تعرف ان انت استبن ولا مش استبن حقيقة؟ فده اللي هيكون مهم جدا. اول الحاجات اللي تدل ان المرأة بتحبك جدا، او ان البنت دي بتحبك جدا، الغيرة. الغيرة، الغيرة قوية بتخنقك، او الغيرة ضعيفة. الغيرة، ما الغيرة ضعيفة او قوية ده عبارة عن ان هي ثقة، يعني ثقة، قلة ثقة، زيادة ثقة، ايا كان. طب هو موضوع الغيرة ده مش ممكن نحسبه او نحتسبه كده من حتة حب الامتلاك؟ يعني هي مثلا عندها حب امتلاك، فبالتالي مش عايزة حد يخطفك، يمكن يخطف منك المال والجاه اللي هي ممكن تعيش فيه. فازاي انك تتأكد؟ موضوع الغيرة احنا بنحطه نقطة من ضمن النقاط، لكن نقطة اساسية او رسمية تخليني ابني اساس على الموضوع ده، ده بيبقى غلط. لو بنيت حساباتك على نقطة الغيرة ده غلط، لان هي ممكن تكون عندها غيرة حب الامتلاك، زيها زي الموبايل بتاعها، زي اي حاجة ممكن تفرط فيها بعد كده. فلازم تخلي بالك جدا من الموضوع ده، بس احنا بنحطها من ضمن النقاط. تاني حاجة بنحكم بيها او بنتكلم عليها، ازاي تعرف ان هي بتحبك؟ اي واحدة عمرها ما هتضيع وقتها عشان واحد، والواحد ده مش مالك قلبها كله. يعني هتلاقيها على طول عايزة انها تتكلم معاك، عايزة تسأل عليك، عايزة ان انت تهتم بيها كتير، تشتكي من قلة اهتمامك لو انت مشغول عنها في الشغل، هتحس ان هي عايزة تسرق وقتك كله غصب عنها. ده بيكون دلالة على الحب قوية، فبالتالي ده هيخليك ان انت تبقى حاسس، ممكن يخنقك الموضوع ده، بس ده بيكون دليل على ان هي بتحب بجد، على ان انت حاجة اساسية في حياتها، على ان هي عايزاك تكون مالك حياتها. فده موجود من ضمن النقاط المهمة اللي تأكد لك ان هي بتحبك. لو كمان ان انت تعبت، ان انت بتشتكي من حاجة معينة، تفضل قلقان عليك كتير، تحس انها مخطوفة عليك، عارف الاحساس اللي بيوصل بتاع الخطفة ده؟ فده موجود جدا، تحس ان هي مخطوفة عليك، قلقان عليك كتير قوي. كمان في شيء تاني بيكون مهم جدا جدا، دلالة قوية على ان المرأة دي بتحبك، وكتير قوي قوي بقى ممكن يتخنق من الموضوع ده، ان هي تسألك كتير، هنتكلم امتى في الموضوع، عايزين نسرع كده، عايزين يكون في استقرار. هتلاقيها بتدور معاك على العيشة وعلى الاستقرار، هتلاقيها ما يهمهاش ان هي تخرج معاها فين، مش هيهمها ان انت تكون بتجيب لها ايه، كل اللي هممها شخصيتك، كل اللي هممها انت بتتعامل مع مين في شغلك، كل اللي هممها انت معاملتك عاملة ازاي، طريقتك ايه، اسلوبك ايه، عينك بتقول ايه، ضحكتك ايه، انت شخصيتك بسلطاتك كده، بكل حاجة، هو ده اللي فرق. لكن ماديا هتلاقيها مش فارقة معاها تماما، فده دلالة على الحب. فده بالنسبة للحاجات اللي تأكد لك ان المرأة دي او البنت دي بتحبك. كمان في حاجات تانية، في طبعا حاجات دي بتكون مشتركة ما بين الرجل والمرأة، زي ان هي بتكون قدامك، ده بقى في البدايات، يعني كمان في البدايات هتلاقيها مهتمية جدا بلبسها، مهتمية جدا بشياكتها، هتلاقيها مهتمية بخطواتها طريقتها وحوارها، وتخلي بالها من طريقتها وحوارها جدا جدا قدامك، سواء كنت في مكان عمل او مكان دراسي. هتلاقيها ان هي كمان بتحب تلبس الوان مبهجة او الوان تظهر شخصيتها، فده برضو موجود جدا. هتلاقيها كده حاجة كده شيك، وبتغير هدومها كل شوية يعني، فده موجود بصورة قوية.
كمان هتلاقيها ان هي مهتمية بنظرة عينها عليك. المرأة برضو مهما كان او اللي بيحب مهما كان بيبقى صعب ان هو يداري عينه، يعني عايزة تداري عينها هتلاقيها بتتخطف، يعني اول ما انت تاخد بالها هتلاقيها بتتضير عايزة تلهي نفسها في اي حاجة، وهيكون باين عليها الارتباك بشكل قوي مهما بلغت قوتها او قدرتها على الاختباء، هتلاقيها واضحة جدا جدا ان هي مرتبكة قدامك. كمان ممكن تلاقيها لو هي بتتميز بالجرأة شوية هتلاقيها بتفتح معاك مجال في الكلام، او ان هي لو انتوا من ضمن اصحاب مشتركين هتلاقيها بتتكلم في حاجة بحيث انها تجر منك الكلام اللي هو افهم بقى، فده برضو موجود بصورة قوية في دلالة الحب. كمان هتلاقيها ان هي بتشاركك حاجات، يعني ممكن تشاركك في الشكل، شكل ده حلو قوي انت لبس، انا بحب اللون ده جدا، هتوريك ان هي بتحب لون من الحاجات اللي انت بتلبسها، هتقول لك على حاجه انت بتحبها من طريقه الفعل ان هي بتحبها. انت مثلا قلت ان انت بتحب المشروب نسكافيه موكا، فهي هتقول لك انا بحبه حتى لو هي بترجع منه، فده هتلاقيه حاجات دي كتير قوي قوي، فده حاجات مشتركه كمان ما بين الرجل والمراه، يعني ده مشتركين فيها. ولكن الحاجات الأساسية اللي احنا بنحكم بيها هي الحاجات اللي في القوية اللي احنا قلناها في البداية عشان دي ما يضحكش علينا فيها. طب بالنسبة بقى للمرأة، ازاي تعرف ان الرجل ده بيحبك ولا لا؟ مبدئيا الرجل ده بيحبك الحاجات اللي هي مشتركة، زي ان هو بيهتم بشكله، بيهتم بمظهره، يسأل عليكي، بيهتم بيكي، بيكون عنده الجرأة طبعا ان هو يتكلم معاكي، يفتح معاكي حوار، ده لو احنا في مكان مشترك. اما بالنسبه لو على السوشيال ميديا هتحس انك متراقبه، وهيبدا انه يظهر نفسه ان هو بقى ايه، يعني لايك بقى وكومنت والحاجات اللي هي دي عشان يقول للناس اللي عايز يقول انا موجود، انا في الصوره، انا هنا. فدايما يبقى عايز اللي هو يوريكي انا موجود، او يوري اي حد عينه عليكي لا في حد موجود، احذر. فدايما تلاقي تصرفات الرجل بتكون النوعيه دي. طبعا اي رجل بيسمعني يسمع بقى الموضوع عشان ياكد على الكلام. طبعا كمان من الحاجات اللي هي يعني حتى المرأة في السوشيال ميديا تراقب بس، لكن انها تظهر نفسها ده بيكون عندها خجل مهما كانت شخصيتها قوية، ما بتبقاش على كل حاجة انت بتنزلها، يعني وخاصة الصور والحاجات دي لا ممكن ما تعملش عليها لايك او تكتفي بلايك، لكن الرجل لايك بقى وكومنت وحاجات كتيرة من النوعية دي، هتلاقيه راشق على السوشيال ميديا بتاعتك عامة. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا جدا. يبدأ ان هو لما يلاقي ان في حد معاكي في مكان العمل او حد معاكي في مكان الدراسي، لما يكون واقف معاكي بيقعد معاكي كتير، بيجر ناعم، هتلاقيه ان هو يتغاظ جدا، وملامح الغيظ كلها تظهر على وشه، ملامح الغيرة تظهر على وشه، في غيرة حب امتلاك زي اللي اتكلمنا عنها في الناحية التانية بيبقى موجود، بس الرجل بيكون عنده واضح جدا 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 في ان هو يا بيداري يا ما بيداريش. يعني المرأة ممكن ما تعرفش، الرجل ما يعرفش ان المرأة دي بتداري الغيرة بتاعتها حقيقة ولا كذب. اما الرجل لا، بيبقى واضح، بيبقى واضح، بيبقى واضح ان هو خبيث خبيث، يا اما بيتكلم او غيرته بتكون بجد. فده بيكون شيء مهم جدا، او نقطة من ضمن النقاط اللي احنا بنتكلم عليها. فالغيرة اللي بتظهر على الوش بدون كلام، بدون ما يسأل ده مين ولا مش مين، الغيرة اللي بتظهر من خلال العيون، لغة العيون، البادي لانجوج، فالحاجات دي بتكون مهمة جدا. الحاجة التانية اللي تدل ان هو بيحبك جدا هو انه يكون عايز يبقى لازق فيك، تحسي دايما، وعلى فكرة هتحسوا بالشعور ده بقى، ده من خلال كمان الروحانيات في الموضوع المشترك ما بينكم، ان الروحانيات بتحس فيه جاذبية، تحس ان انتوا بتنجذبوا لبعض جدا، عينيكم بتتسرق للنظر لبعض، ده برضو بيكون دلالة قوية جدا على الحب. بالنسبة كمان للمرأة ازاي تعرف ان هو بيحبك برضو ولا لا، وحاجات تانية تكون علامات تأكد، ان هو بيكون او بيسألك كتير، او عايز ان هو يبقى فيه استقرار بشكل سريع، بشكل سريع، وان حتى لو في ظروف هو بيقابلها بيبقى عايز ان هو يخليك انك تتحملي معاه الظروف بحيث ان هو يبقى يضمنك. فدايما تلاقي الرجل فكرة الضمان موجودة عنده، يعني عايز يضمن البنت دي، عايز يضمن المرأة دي ان هي تكون معاه، تكون جنبه، خلاص ضمنتك في دبل، حتى بحيث ان هو يعني يضمن، في وسيلة للضمان. فدي بتكون برضو حاجات او دلالة قوية ان هو بيحب. كمان هتلاقوا ان هو بيكون زعله اكتر،
لما بيزعل تلاقي القلبة موجودة، تلاقي شكله اتقلب، تلاقي ان هو ممكن كمان يبقى هتحسيها ان هو بيراقبك لكن بيبقى مش عايز يتكلم معاكي سواء على السوشيال ميديا او بيحس ان هو زعل في حاجة، بيبقى خد الموضوع على كرامته بشكل قوي جدا، ما بيتأخرش، بيقعد كام يوم مثلا ولا فترة وتلاقي ان هو بيرجع يسأل عليكي كسؤال عادي جدا جدا، وده لانه ما بيقدرش يقاوم شعور اللي جواه، لان الرجل لما بيحب هو بيحب اكتر من المرأة لما بيحب، لكن في البدايات والحاجات دي المرأة بتكون حب او ده في البدايات، لكن بعد كده المرأة بيبقى حبها اقوى، لكن في البدايات الرجل بيكون حبه اقوى، فبتعرفي من نتيجة الاحساس، من العين، من الغيرة، من طريقة الزعل، من الرياكشنات بتاعة الوش، كل الحاجات دي بتوضح لك جدا جدا، من ان هو عايز يسرقك من الناس ويضمن ان انت تكوني موجودة، حاجات مشتركة او حاجات بتكون واضحة جدا، ولكن لازم ان احنا نخلي بالنا منها، لازم ان، وعلى فكرة الكلام ده يمكن كتير عارفينه بس دايما بنبقى محتاجين حد يسمعه او نسمع منه يقول ده يأكد لنا، لان ساعات احنا عشان بنحب حد بنتسرق، احنا بنوجع نفسنا بنفسنا، فما بلاش ان احنا نكون في حاجة دلالة واحدة من الدلالات دي كلها تكون ناقصة تخلينا ان احنا نقول اهو نجرب اصل انا بحبه، او انت تخليني ان انا اكون شايف نظرة بخداع واكون ماشي ممشي نفسي بيها. عامة بتمنى جدا ان اكون فدتكم، والموضوع كبير اصلا مش صغير، ولكن بتمنى ان بالحاجات الصغيرة دي ان احنا نكون وضحنا الرؤية شوية. عامة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.